نظف حذاءه، نظر للمرمى، نظر الملايين، نظر الملايين، والآن سينظر للكرة ليسدد ويقول ويده على ركبته اليمنى: أنا الصاروخ توماهوك، أنا الدون كريستيانو. أين أنت ذاهب؟ أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال، وبلغة الشعر أنت القافية، وبلغة القضاة أنت مجرم، وبلغة المعلم أنت أستاذ، وبلغة السياسة أنت لغم قابل للانفجار، وبلغة الكورة أنت الملك يا ليو. كل الفرق كتبت فيها أهداف، كل الفرق عذبتها، كل الأندية سجلت فيها، كل الألوان كتبت فيها أقصوص النجاح ولحن الخلود بالجولاسو يا دون. أنا ما بدي فعي يتفرج، رونالدو يحطها 3-2، دونها يا رونالدو، دونها، لونها يا كريستيانو، لونها، اكتبها يا رونالدو، اكتبها، ترسانو دير ريال مدريد. يصنع سيناريو مثير لـ3-2. هذا الهدف، الجول، الجول، رونالدو، كريستيانو رونالدو، ألست الملك؟ ألست ابن الملوك؟ ألست من الملوك؟ أنا رونالدو البرتغيز. كلمهم يا رونالدو، علمهم يا كريستيانو، وقل لهم من تكون يا رونالدو. غريب، منين لك هذا يا رونالدو؟ مش ممكن، مش معقول. ليسمع العالم، ليسمع من به صممه، وليعلم من لم يصله خبره، وليعترف من فيه نظره انك الاسطوره يا برتغال. الناظرين، جولاسو بالدون، صاروخ ماديرا، كبير فونشال، مجنون الريال. هنا قوت الكبير، اتشككون، اتنتقدون، لماذا انتم عنه حاقدون؟